السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. احنا النهاردة في ميدان العتبة، حابين نصور لكم نعرض لكم شنط السفر وشنط المدارس. كل سنة طبعا وانتم طيبين. احنا عامة في ميدان العتبة، معانا استاذ حازم. ازيك يا استاذ حازم، عامل ايه؟ تمام، يا رب بخير دايما. ممكن حضرتك تفرجنا كده على الشنط الموجودة وتقول لنا اسعارها ايه، انواعها كده؟ بالنسبه للقماش يعني بيبقى فيه اللي هو اللوكس المستورد، وفي حاجه وسط وفي حاجه شعر. تمام، اللوكس اللي زي كده اهو، في حاجه زي كده سوبر بول، بس السوبر بول التقليد مش الاصلي، لان في اللي هو الاصلي بيبقى معدي شويه. في حاجه زي كده بتبتدي مثلا من 550 وانت طالع. دي بدايه من 550. تمام، الاصل بتاعتها عامله 850 زي موجوده تقريبا عندنا اصلا. اصل كبير لان ماشي، تمام. في حاجة زي كده اللي هو المقاس الوسط عامل 1100 جنيه. المقاس ده ايه؟ ده حاجة تمام. حاجة كويسة موت الحروف، العجل بتاعها طبقتين روك؟ روك المقاس الصغير 550، ده عن 1200 اللي هو ده أصغر مقاس 550. 550 ده 1200 1400 دي بتشيل 28 كيلو. الخامة بتاعتها ووتر بروف، توسيع 5 سم من الأخير. ووتر بلوف؟ مقاس 28. تمام، جميل. في حاجة زي بس احنا في الظروف كله كده الملايين اللي زي كده. تمام، ده بيبقى عجل طواطي. هو اتكلم شوية عن الظروف في العجل، لكن الكاميرا واحدة العجل يختلف كده. العجل عجل طبقتين. تمام، طبقتين فعلا. تمام، الفبر ده الفبر اللي هو العادي، الفبر اللي هو المقوى اللي هو زي اللي هو الميلان ده او اللي هو السيليكون ده. السيليكون ده كان بتاخده في الدمارينا برضه. ده؟ بس مش نفس مكانة الميلانو، لان الميلانو ده انضف حاجه في السوق. الميلانو؟ ده بيختلف عن اي شنطه، شايفه ان الدراع ده مختلف. شنطه بتستحمل، دي انضف شنطه في الفيديو يعني. في حاجات زي اللابتوب ده، اللابتوب ده بيبقى فيه حاجات اللي هي بتبقى شغل ورش. دي؟ شغل ورش اللي هو المصانع الموجودة عندنا، وفي اللي هو الحاجات المستوردة، وفي حاجات بتيجي متقفل يعني بتبقى جاية كده من بره اسطمبات بتيجي تتقفل هنا كده. يعني الشغل ده الجنس بتاعها بيشتري مثلا من 200 جنيه، الحاجات اللي زي كده. تمام؟ بتيجي من بره تيجي متفككه وتيجي يعني تتقفل. دي بتبقى جايه متفككه وتتقفل عندك. تمام، دي عامله كام؟ عامله كام دي بعد اذنك؟ دي عامله 480. 480؟ في حاجه زي كده دي بتبقى حاجه مكتوب، بس بتبقى جايه يعني جيب واحد او جيبين كتير خالص. دي بتاعت لابتوب بس بلا اسم من على الجنب، حاجة نظيفة، حاجة مخدومة كويس. سعرها كام؟ دي سعرها 550. دي حاجات بقى زي كده اللي هي المدارس. ايوه المدارس، خلاص. دي بتبقى بنات واولاد يعني، فاهمة؟ بتمشي كده وكده حسب الالوان يعني في الالوان اللي هو الاسود والبستاج ومين الفوشيا وكده حسب بقى. فيها جميع الالوان. دي 450. في حاجه زي كده برضو بيبقى شغل ورش عامل 200 جنيه. دي عامله 200؟ تمام. بالنسبه
بقى كده شغل الفبر اللي هو الفبر اللي قلت لك عليه اللي هو الفبر العادي اللي زي كده ده مثلا 450 700 والكبير على 800 450 اللي هي الصغيره والوسط الوسط دي اللي هي مقاس 24 عامله 700 تمام مقاس 28 دي عامله 800 800 دي الفبر في اكبر من كده بقى مقاس 50 في برضه في مقاس واحد اللي هو مقاس اللي هو الحاجه بتاعتك تمام ده عجله ايه؟ ده المقاس ده كاري اون هو المقاس اللي بعده على طول اللي هو الكاري اون اللي بيطلع الطياره فوق تمام ده بيطلع طياره تمام وده اكبر مقاس لا ده اكبر مقاس ده تحت ده كام مقاسه كام ده الكبير ده مقاس 32 32 سعره كام ده سعره 1100 واللي هو الاصغر مقاس ده 350 تمام في حاجه شايفه ليه كده ده سيليكون ده المقاس الكبير ده بيبقى عامل 900 ده 900 ده 750 وده 500 تمام ويختلف عن الفجر برضه وفي منه الوان تقريبا ده زيه صح كده؟ دي على فكره موديلاته لا ده الميلانو ده الميلانو؟ اللي هو الفوشيا والكحلي والاسود والكاكي في منه في منه الكحلي ده اللي قلت لك عليه ان هو نفس الاسعار اللي هو الميلانو تمام في اشكال حلوه قوي والوانها جميله في حاجات زي كده اللي هو الهوجو اسمها ايه؟ هوجو هوجو؟ اربع قطع زي كده اللي هو معروف في السوق اللي هو الطقم ابو كعوب اسمه ايه؟ الطقم اللي هو ابو كعوب معروف كده في السوق اللي هو كده طول كعوب تمام اربع احجام أربعة في منه السيليكون وفي منه الفيبر تمام الصغير ده 350 350 الصغير اللي بعديه ده 550 تمام وده عامل 800 والكبير خلاص 900 جنيه 900 برضه في ألوان وموديلات وبرضه في برضه لوجو بيبقى أشكال غير كده خالص اللي هو مفيش لوجو كده بس مثلا الرسمة جاية كده أو جاية كده يعني طولي أو عرض عادي تمام موجود في برضه لوجو زي كده شكلها جميل الوان برضه وده السيليكون بتاعه اللي هو الازرق اللي هو اللميع ده الازرق ده اللي هو اللميع انت شايفه اللي هو الموف ده الموف ده برضه هو بس موديل تاني نفس السعر برضه هو برضه نفس السعر تمام تمام وبالنسبه للجزء ده يا استاذ حمزه الجزء ده اللي هو بيبقى مثلا الشغل مثلا عدى عليه وقت كتير بنبقى عاملين عليه عرض ده عاملين عليه عرض لان هو عدى عليه وقت بندوب اقل من سعر السوق تمام تقدر تقول لنا كده اسعار فيه تقدر تقول لنا اسعار فيه يعني مثلا الوسط بنبيع هناك كده لو طقم جديد او حاجه ب 1100 هناك كده ب 900 جنيه لو اللي هو ب 1000 1100 1100 اللي هو الجديد انما ده عشان قعد شويه فب 900 حسب برضه ده المقاس الوسط في اللي هو مقاس 3 الوسط 200 على حسب برضه الشنطه على حسب ايه الصغير 400 450 500 على حسب برضه بيبتدي من 400 و450 اللي هو الصغير تمام دي شايفه دي كده دي السوبر دول اللي قلت لك عليها اللي هو السوبر دول الاصلي مكتوب عليها ايه دي لو جديده دي ب 850 او ب 900 دلوقتي جديدة 850 900 هي بما انها قعدت 500 لان هي قعدت عندك فترة بتنزل في الاسعار طب كويس اسعار حلوة بقى الحاجات اللي هي العصور دي اللي بقى شايفة دي كلها حاجات شنط المدارس دي حاجات مستوردة كلها اللي هي الكات الكات والبي ال باور والبناس وكل حاجة اسعارها بتتراوح ما بين من 450 وانت طالع لغاية 600 جنيه بتبتدي من 450 لغايه 600 جنيه لغايه 600 جنيه طيب اللي هي الكات الكات والبناسو والبي ال باور حاجه زي كده بتجوزها كان في ايجار بتجيب واحد بتاعت اللبان
بتاعت اللابتوب. دي سعرها كام؟ في حاجات بقى اللي هي الحضانة، دي شنط الحضانات بتبدا من كام وتنتهي عند كام؟ 150 لغاية 200. بتبتدي من 150 لغاية 200. تمام. دول زيهم؟ زيهم. نفس السعر برضو بيبتدي من 150. 200. دول سعر 200. دول 200. تمام. في حاجات بقى زي كده اللي هي المعروف اللي هي اللابتوب، بس اللابتوب الكبير. بس فيها سيفتي من جوه، فالناس بتاخدها استعمال اللي هو لاب او يحط فيها هدوم، يكون في واحد. هي حجمها كبير فعلا. زي كده والكيس اللي هي الاكتف دي والباور وحاجه زي كده بتاعتها. اسعارهم؟ الحاجات اللي زي كده اسعارها من 300 لتحت. من 300. دي 250؟ 250. في حاجات زي طبعا الحاجات الرحالة دي اللي هي الهدوم بس. دي طبعا اي حد مسافر رحالة الحاجات اللي زي كده بتبقى 170. 170 اللي هي الحاجات اللي هي المنعية. حجمها حلوة كبيرة. فعلا رحالة. الحاجات طبعا اللي زي كده شعر، ده مش هقول لك بقى شعر، ده مصر. لا صناعة اي كلام، لا الفيلم ده حبيبي بلاستيك. تمام. غير اي شنطه وريتها لك هنا كده، الفريم بتاعها بيبقى معاك. ده الفريم بتاعها بيبقى بلاستيك بس. طبعا الاحيان الصغيره 350، الوسط 500، المقاس 3750، 4900 على حسب يعني. بعد كده التوتي باك دي، التوتي باك شوف التوتي باك دي 35 الساده، واللي هي البرنت دي او المطبوعه دي ب 50 جنيه. في اشكال حلوه. دي سعرها 50. تمام. زي ما انتم شفتوا يا بنات الشنط جميله جدا وفيها الوان حلوه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. احنا متشكرين جدا يا استاذ حمزه. رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم زي ما انتم شفتوا. هو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه.